يجوا تسلقوه. فنرجع لموضوعنا اللي هو بخصوص الهالات السوداء. اولا بعد خاصنا نعرفوا الهالات السوداء شنو سببهم، يا كانك انتي تسهري مع التليفون والله تفوتي ياسر الوقت واعية مثلا، ما تعطي قسط من الراحة لنفسك. كنا عرفوا على الأقل، على الأقل خاصك ترقدي 8 سوايع، هذه أقل شيء ترقدي 8 سوايع تعطي الراحة لراسك، وممكن تعودي انتي ترقدي وتعطي الراحة لراسك. يا غير مع ذلك يعود عندك الهالات السوداء، وهذا يرجع مولي لسبب ثاني. سبب ثاني اللي ممكن تعودي انتي ما ترطبي هذيك المنطقة مزيان، والله سعودي ترطبيها يا غير المرطبات ماهم هما اللي يناسبوا ذيك البلاصة. فمنطقة حول العين هي منطقة حساسة قبالة، وضروري عنا نعتانوا بها نرطبوها مزيان. وكنا عارفوا عني لما رطبناها يتكونوا فم تجاعيد وخطوط رقيقة، وذا كامل اللي يخلي منظر الوجه والعين بصفة عامة موزين. فاللي ننصحكم به عندكم نتم وترطبوا هذيك البلاصة مزيان بأي زيت عندكم، زيت أرغان، زيت اللوز الحلو، أي سيروم معالج رطبوا به مزيان، رطبوا هذيك البلاصة حول العين. ثاني مسألة، أنا نشوف ياسر من الطفيلات يعدلوا غلط كبير اللي هو ما حدهم يعودوا يرطبوا المنطقة حول العين. فهما كيسموا مثلا هذه المنطقة حول العين كيسموا يديروا بحالك ويرجعوا يمشوا ويرجعوا، فهذه الطريقة غلط جدا. علاه؟ لأنك تكمشي هذيك البلاصة مزيان، وبحال انتي كتشجع التجاعيد بهذيك الطريقة، فهو راه التدليك يعود في جهة واحدة، يا إما دلكي من الفوق بحال هاك وارجعي. أتمنى نعود واضح لكم ذا اللي نعدل، من الفوق لتحت بحال هاك كيف هاك على جهة واحدة، ما تتمي تمشي وترجعي بداي، يا إما على هذه الجهة تتمي ماشي عليها، يا إما تمشي على هذه الجهة تسحبي للفوق. إن شاء الله نعود وضحت لكم وعرفت نوصل لكم فكرة. فهذه النقطة ضرورية جدا، حاولوا تركزوا عليها. مسألة ثانية، فنعرفوا عن ممكن تعودي انتي امرأة عاملة، والله ما يحسن العواد تعودي خدامة ما يصلح لك، كتصهري مع خدمتك والله قاعدة تصهري الا مع سركسك. نعرف عن ربات البويس حتى هما لا فعوض العاملات، الله يسمح لنا من الامهات ان شاء الله. فحاولي عنك على الاقل مرة في يومين، يعني مرة ديري وصفة، يوم ديري وصفة يوم ما ديريها بخصوص الهالات السوداء، تخففي شوي من الهالات السوداء وتعطي مملي الراحة لراسك. فالمهم نعطيكم أول طريقة اللي هي بسيطة لتقبضي الله خياري، لا أتي عجلانة ما فيك ما تخلطي وما فيك ما تجبدي من هون مهم، قبضي الله خيارة من الثلاجة تعود باردة قطعي على هذا الشكل وديريها في منطقة الهالات السوداء العين. مرة ماضيشة كنت نحكها على حساب الوصفة الثانية. المهم ديريها على منطقة العين كيف هاك، تغمضي عينك وتسكي على قفاك، يعني تسكي على ظهرك، وديري هذه الخيارة فوق عينك وتستراحي، تعطي الراحة لراسك. حاولي شنو نقول لكم، ويا حبذا ديروها في وقت القايله، يعني عقب منين تتغداي وتوفي لي تعودي تولي الرياض، تسكي على ظهرك وديري ذي الخيار واستراحي، وخلي ذاك خلي البروده ديالها تمص العين. هاي بالنسبه للوصفه الاولى. الوصفه الثانيه اللي هي تعود وصفه سهله مولي، اللي هو عصير مطيشه. العصير مطيشه وحدها الى عدت بشرتك ما حساسة ممكن تضيفي لها قطرات من الحامض باش تساعدي ديك المنطقه باش نفتحوها. غير لا مطيشه وحدها راهي كافيه، مطيشه تبارك الله راهي تصفي البشره. واذا كان فيك الكلف حاولي كل نهار تخطي بقشور مطيشه اللي شيطولك من الماكل وكذا، بدل ما تلوحيهم حاولي توخذيهم على وجهك كامل، فراهي تصفي من الكلف تبارك الله. وانا راني من نوبات نستعملها في القوماج، يعني نقبض نصف طماطم ونديرها في السكر الخشن ونتمن نقومي بها وجهي. المهم الطفيلات المتابعاتني راهم عارفاتني يعني نعدلها. المهم نقبضوا عصير الطماطم وتجيبوا كوطون ديس اللي هو القطن، وتغمسوا في هذه عصير الطماطم وديروه
وديروه في منطقة حول العين، يعني على عينكم كاملة، ممكن ديروه على العين كاملة، ممكن ديروه فقط تحت العين، نسمو الاختيار، لكن أنا نفضل ديروها على منطقة العين كاملة، يعني تحت العين وفوق العين، يعني غمض عينك وديري القطنة فوق عينك وتمي ساكي على ظهرك وعطي الراحة الراس كيف قلت لكم. أنا هون ما متوفر عندي القطن، فاخترت نصور لكم هذا الفيديو، وقلت ماني لي نحبس الفيديو لأنه ما عندي القطن. فكيف كيف المهم لي نجيب كلينكس هذا ديال 60، قطعت منه هذا الموصل وديرو كيف هاك. فممكن حتى انت لا عاد ما متوفر عندك القطن، ممكن ديري كيف نظرك على هاي الطريقة وديريها على منطقة العين، راهي باردة تبارك الله، وخلي ذيك البرودة ديالها تمصها العين ديالك، ولي تحسي بواحد الراحة، ومنين تحسي عندك البرودة كاملة امتصت العين ديالك، لي تقلعي هذا القطن وليه تجبيه في المراية، ولي تحسي عن عينك افتشت، إذا كان فيها انتفاخ لي تلاحظي عنها افتشت. وهذه الوصفة إلى داومتوها من أسبوعين لثلاث أسابيع اللي تلاحظوا عندك المنطقة مثلت سودة كيف كانت، يعني تفتح اللون ديالها، خصوصا إلى ضفتوا لك قلت لكم قطعات من الحامض. لكن إذا كانت بشرتك حساسة ما ننصحك، لأن أصلا هذه المنطقة حساسة شوي خصوصا عنها حذا العين، فبركة هذه الطريقة وحدها. فالمهم أنا ليه ندير هذه على عيني، ولي نفوت شوي ونرجع لكم باش نعطيكم الوصفة الثانية اللي هي وصفة رائعة مولي وفعالة جدا. الطفيلات رجعت لكم من بعد مفوت تقريبا نصف ساعة وانا دايرة ذاك الكلينكس اللي مغمس في عصير مطيشة على وجهي. فالطفيلات من بعد ما لي تقلعوا ذاك الكلينكس من وجهكم ليه تحسوا بواحد الراحة ما نوصف لكم، وغسل وجهكم بالماء البارد، دائما الوجه ينغسل بالماء البارد لانه كيحارب التجاعيد وكيجبد الوجه ويغلق مولي المسام. الماء البارد زين في البشره تبارك الله، ودائما كتشوفوني انا اصلا ننصحكم عنكم انتم ترشوا تونر ماء الورد على وجهكم ويعود بارد باش يساعد البشره انها تتمدد ونعالجوا التجاعيد ونعالجوا مولي المسام الواسعه. فبالنسبه للوصفه الثانيه ان شاء الله اللي تعود عباره عن قلت لكم الطفيلات، الوصفه الثانيه اللي نحتاج لها بعد زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو رائع جدا، اي وصفه للهالات السوداء اللي تجبر اغلبيتها فيها زيت اللوز الحلو، لانه مرطب مفتح ويحارب الخطوط الرفيعه اللي هما التجاعيد الرقيقه اللي حول العين. فزيت اللوز الحلو رائع جدا، ما نستغنى عنه وانا في الوصفات، زوين زوين.